الآن أخبار جائزة الملك فيصل العالمية. البريطانية سارة جيلبرت من جامعة أوكسفورد والأمريكي دان هون بوروك من فازا بجائزة الملك فيصل في فرع الطب لدورهما في تطوير لقاحات ضد فيروسات قاتلة. في فرع الدراسات الإسلامية فاز البريطاني روبرت هيلين براند، وفي فرع اللغة العربية والأدب فاز المغربي الدكتور عبد الفتاح كيليطو. أرحب الآن من العاصمة السعودية الرياض بالدكتور عبد العزيز السبيل، وهو أمين عام جائزة الملك فيصل. مرحبا بك دكتور عبد العزيز. بك وبمشاهدي البي بي سي. هلا بك. الانطباع الأول، الجائزة هي جائزة عالمية، هل حدثتنا عن أولا المعايير التي يستند إليها في إسناد هذه الجائزة في مختلف أفرع المعارف والعلوم؟ نعم، هو ربما إذا كنت تتحدث عن عالمية الجائزة فالسؤال الذي يرد هي ما هو مقياس العالمية، وهذا سؤال الحقيقة دائما يطرح. ولذلك نحن هذا العام تحديدا حينما يفوز لدينا 3 أساتذة كبار من هارفارد وإكسفورد وإم آي تي، هذا بيعطي دالة على أن الجائزة وصلت لهذه المراكز العلمية المرموقة التي يتفضل أو تتفضل هذه الجامعات الكبيرة بترشيح أساتذتها أملا في الحصول على جائزة الملك فيصل. أنا آسف على المقاطعة دكتور عبد العزيز، هل تراجعت قليلا في جلستك أمام الكاميرا حتى تماما؟ عظيم، تفضل بإكمال، تفضل عليك. فنحن سعداء الحقيقة بهذا التواصل العالمي مع جامعات مرموقة في أنحاء العالم. فيصل نواكب الحقيقة التطورات التي تحدث في كافة العلوم، ولذلك لعلكم لاحظتم أن الفائزين في الطب الحقيقة كان لهم جهود كبيرة فيما يتصل بالموضوع الأساسي وهو الأوبئة وتطوير اللقاحات ودورهم الحقيقة في محاربة الأمراض والفيروس. دكتور، لابد أن أسألك، هل عندما يختار أناس من جامعات مرموقة، طبعا ليس البحث فقط عن الشهرة أو درجة أهمية المؤسسات التي ينتسب إليها هؤلاء، هل تتوقعون أن تكون اختيارات من هذا القبيل نوعا من الحافز لعلماء المنطقة العربية لأطبائها للعمل والاجتهاد في البحث والدرس؟ أصدقك القول أن هناك عدد الحقيقة من العلماء العرب فازوا بالجائزة، لكنهم فازوا بها لأنهم في مواقع بحثية علمية عالمية وليسوا داخل الوطن العربي. فإذا العالم العربي حينما تتاح له الفرص الحقيقة ومراكز البحوث المتقدمة سيبدع، وحصلت كثيرا حقيقة، لعل أحمد زويل واحد من هؤلاء الذين فازوا بجائزة الملك فيصل، ثم بعد ذلك كما تعرف فاز بجائزة نوبل ومصطفى السيد وغيرهم كثير. أن تسند جائزة في مجال الدراسات الإسلامية مثلا إلى شخص بريطاني، ما هي الرسالة التي تريد هيئة الجائزة إرسالها باختيار من هذا القبيل؟ الحقيقة هو ليست هناك رسائل محددة، نحن الذي يحكمنا هو العلمية والبحث العلمي، والجائزة تمنح كما تعرف للمنتج العلمي بعيدا عن الجنسية أو الديانة أو العقيدة أو أي شيء من كل هذا. ولذلك حينما فاز البروفيسور روبرت هيلمراند من بريطانيا، لأن الموضوع كان عن العمارة الإسلامية، وهذا الرجل على مدى 50 عاما كان يعمل الحقيقة في هذا المجال وأصدر مجموعة كبيرة من الكتب التي غطت المنطقة الإسلامية بكاملها، فأعماله تعتبر الحقيقة أعمال كلاسيكية مهمة لكل الباحثين في مجال العمارة الإسلامية، وهذا شيء مفرح الحقيقة أن يكون شخص غير مسلم مهتم بالعمارة الإسلامية فحصل على هذه الجائزة لعلمه وليس لذلك علاقة بديانته إطلاقا. شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز السبيل، أمين عام جائزة الملك فيصل، أشكرك على هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. نشرتنا متواصلة، أذكركم بعناوينها الرئيسية.